صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث نهار الأحد 6 شباط فبراير 2022. استعدنا رحب بضيفنا باستوديو القيادي السابق في حركة أمل محمد عبيد. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. أهلا أهلا، صباح النور. وين كنت بست شباط الـ84؟ عم تعيدينا كثير بالذكريات أساسا لورا. يعني ليك قديش تغير الزمن مع حضرتك تحديدا. طبعا ست شباط الـ84، أنا أول شيء يمكن من الناس اللي ما طلعوا من بيروت وقت الاجتياح الإسرائيلي سنة 82، بقيت كل الفترة يعني، وكنا بنتنقل بالحركة يعني من موقع لموقع، من لوزاعي يمكن من آخر الناس اللي تركوا منطقتي اللي هي لوزاعي، بعدين على الجناح كر وفر مع الإسرائيلية، بعدين على الطيوني على الشياح على هاي المنطقة، وبعدين رجعنا على لوزاعي، وصرت أنا المسؤول التنظيمي للمنطقة الخامسة هاي اللي اسمها بالحركة، يعني اللي بتشمل لوزاعي، جناح، بير حسن، خلدي، الرمل البيضاء، يعني منطقة واسعة. كنت المسؤول التنظيمي لها لفترة طويلة لحد ما سافرت، خلصت الجامعة وسافرت على لندن. فبست شباط الـ84 بذكر كتير منيح، كنت مع مجموعة الحاج عائل حمية الله يرحمه، كان المسؤول العسكري المركزي للحركة، الحاج مصطفى الديراني اللي يعني الآن هو في المجلس المركزي لحزب الله واللي اعتقل على يد العدو الإسرائيلي، أسر على يد الإسرائيليين لفترة طويلة، والأخ حسين حمود أبو خريف، الإخوان بالحركة على الأرض بيعرفوه منيح، يعني زلمي كان من أوائل المقاتلين بالحركة. أول شيء طوقنا، كنا مطوقين خلدي لجهة مواقع المارينز اللي على خلدي، ومن جهة تانية رحنا طوقنا سكند هنري شهاب المضاد تبع الجيش اللبناني، اللي هو كنا نعتبره يعني هو أنا ذاك جيش حكم أمين الجميل، لأنه سبق اتفاق 17 أيار اللي هو وسبق قصف منطقة الضاحي. يعني أولا في ناس اليوم نحن بنحكي عن انتفاضة 6 شباط الـ84، وقتها قبلها ب 27 آب إذا ذاكر تماما أو 28 آب 83 انتفاضة الضاحية اللي أخرجت أيضا جيش حكم أمين الجميل من الضاحية، الجامع ببئر العبد وقت اللي طوقوا الجامع، ولابد ما نستذكر الشهيد محمد نجدي، لازم نستذكر سماحة يعني العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله الله يرحمه في مسجد بئر العبد، لأنه أول من رفع الصوت ضد اتفاق 17 أيار صراحة كمرجع وكرجل دين، وكان كل جمعة يخطب في هذا المسجد، وقتها صار تطويق وصار اشتباك أمامه للمسجد. فوقتها كنا هاي المجموعة مطوقين سكنة هنري شهاب حتى يطلع منها أنا ذاك، يعني هلأ الله يمد بعمره بعتقد العقيد لطفي جابر، ويعلن أن اللواء السادس سقط، قد يعني انفصل عن قيادة الجيش اللي مع الرئيس أمين جميل آنذاك، وصار اللي صار بعدها. فكنا بمواقعنا الجهادية على الأرض. بس دايما لما تستذكر هكذا مرحلة، مين تغير أكثر، محمد عبيد أو حركة أمل؟ يعني كان الكل بيعرف بهذيك المرحلة الرئيس نبيه بري له الدور الأكبر بمواجهة اتفاق 17 أيار، معه بوقتها أيضا رئيس حزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط، وشهيد جورج حاوي كان له باع طويلة، وأيضا إبراهيم قليليت، يعني كان هيدا الرباعي مزبوط. طبعا. طيب بتقول مين تغير أكثر، حضرتك ولا أمل تغيرت؟ لا مش تغير أكثر أو أقل، أنا يعني ما بحب أدعي. اولا يعني انا اولا افخر بتاريخي بالحركه، لانه هذا كله تاريخ جهادي ونضالي. الحركه الان ما عادت هي الحركه اللي كنا نعرفها سابقا، لانه هاي الحركه الان صار فيها منظومه من المصالح والفساد، وناس اجوا نزلوا عليها بالباراشوت بالمظله من فوق، ما لهم علاقه لا بتاريخها ولا بنضالها ولا بالمجاهدين اللي فيها،
ما لهم علاقة لا بالتضحيات ولا بالشهداء. بس هيدي مش بكل الأحزاب، بكل عصر يعني إذا كانت بكل الأحزاب رجاله، يعني في كل زمن له مرحلته. لا بس هيدا مش تبرير، لأنه الحركة بعد المفترض أن تكون بعد موجودة كقوة على الأرض، كان من المفترض أن تبقى قوة جهادية نضالية حتى لو رئيسها صار رئيس مجلس نواب. وأنا استمريت لفترة بعد هاي القصة، يعني مش أنه طلعت بهاي الفترة، بس بعدين خلص صارت الأمور رايحة باتجاه أنه ما عاد في، قبل ما يصير في خلاف تنظيمي، ما عاد في إذا بصراحة يعني تلاقي فكري أو عقائدي مع ما كان يجري بالحركة لاحقا من نشوء منظومة مصالح، تحويل يعني مرجعية الحركة إلى شكل ما من إقطاعية عائلية إلى جانب أمور كثيرة، والخروج عن المبادئ والثوابت الأساسية. أنا ما تغيرت ولا بتغير، بعدني أحمل فكر وعقيدة الإمام موسى الصدر، وهذا أمر بشرفني. بعتقد الحركة لازم تعمل مراجعة، وفي كتار مثلي، مش عم بحكي عن حالي، في كتار من الحركيين الأصيلين والتاريخيين قاعدين على جنب، وفي منهم بعضهم بقلب الحركة، وأنا بحيي صمودهم بقلب الحركة بهالظروف. إنما يمكن هلأ هني مش بمواقع صدامية مثل المواقع اللي كنا فيها آخرين وأنا. لذلك لا، الحركة تحتاج إلى مراجعة إذا كان بعد في وقت على كل حال، يعني لأنها تعمل مراجعة. يعني بانطلاقا من هون بدنا نكمل، يعني ست شباط هو تاريخ فيه محطات يعني أساسية. ست شباط التفاهم اللي حضرتك كتبت عن العهد والوعد، الوعد والعهد. نعم. عن وعد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله الملتزم بوعده تجاه تحديدا الرئيس ميشيل عون، وعهد الرئيس ميشيل عون وهذا التناقض شو صار بتفاهم مار مخايل. أيضا محمد عبيد بست شباط كان مع تفاهم مار مخايل، وما زلت أنا مع تفاهم مع مار مخايل كعنوان للحفاظ على أمرين صراحة. يعني الأمر الأول هو التعايش وقبول الآخر، والأمر الثاني هو مسألة الحرية في لبنان بكل صراحة. لأنه لبنان، وهذا شيء مش من عندي، يعني الحمد لله تربينا بمدرسة الإمام اللي قائمة على هالخطين أو على هالمبدأين، قبول الآخر، التعايش مع الآخر، بنفس الوقت الحفاظ على لبنان. لأنه بقول الإمام الصدر أنه لا يمكن بقاء لبنان دون الحرية، يعني الحرية هي أساس في مكون لبنان. حتى في موضوع المقاومة اليوم إذا منلاحظ، لبنان قد يكون البلد الوحيد الفريد فيما كان يسمى دول الطوق في المنطقة اللي هو قدر يبني مقاومة شعبية، لأنه نظام الحر. يعني كمان النظام السياسي، يمكن الناس ما يعني ما بتنتبه لهالموضوع، بس النظام السياسي له فضل على المقاومة، لأنه سمح بإنشاء هذه المقاومة، بمعنى أنه الحرية الموجودة لدى المكونات سمحت لفئة من اللبنانيين، وما عم بحكي فئة طائفية، لفئة وطنية، لأنه المقاومين شيوعيين ويساريين وقوميين وناصريين وحركة أمل وحزب الله، وكل واحد يحمل هذا النهج. سمحت لفئة من اللبنانيين نتيجة مناخ الحرية أن يكونوا مقاومة ضد، أو ينشئوا مقاومة ضد العدو الإسرائيلي. فالتفاهم بهذا المعنى أنا معه. التفاهم مشكلته من 17 سنة تقريبا حتى اليوم تحول إلى منظومة تبادل مصالح للأسف، يعني بين الفريقين، لا يعني بين الفريقين وبين حلفاء، تبادل مصالح يعني فريقين هني اللي إيه متورطين إذا بدنا نقول بهذا المكان. إيه بس مش بس هني، ما هني كمان كل واحد منهم مرتبط بمنظومة مصالح أخرى من حلفاء وأصدقاء، وبالتالي صارت هم مثلا حزب الله المدارات بين الرئيس عون والرئيس بري، بين جبران نائب جبران باسيل والأستاذ سليمان فرنجي، بين فلان وفلان. يعني صار التفاهم منصة، مثل واحد يعني شيخ صلح بيقولوا أنه والله بده هو بس شغلته يصالح بس حلفائه وأصدقائه، ولم يتحول إلى رافعة لمشروع الدولة. يعني هذا ملامة التيار على الحزب، أنه هو تكبل بحلفاء
هو يدرك بأنه كانوا شركاء في منظومة اعتبرت منظومة فساد كل هالمرحلة. يعني اليوم تيار بيقول أنا دخلت لوحدي بهذا التفاهم وخضت كل الأعباء فيه، يعني دفعت ثمنه وحيدا وخسرت حتى من شعبيتي ومن كل العناوين اللي حملتها، بس واجهت وحيدا. بينما حزب الله دخل وأدخل معه كل حلفائه اللي أنا مني ملتزم فيهم، وأنا بالعكس مناهض لهم. يعني يعتبرون من أفشل هذا التفاهم بشكل الأكبر هو حزب الله ومش هني. اولا حزب الله عشان ننصفهم، يعني في امور منواجههم فيها وفي امور لازم ننصفهم فيها كمان، يعني عشان نكون موضوعيين وعقلانيين بالمقاربه. حزب الله ورث هذه المنظومه من سوريا، من قبل خروجها او بعد خروجها من لبنان. حزب الله لم ينشئ حركه امل، ولم ينشئ الحزب التقدمي، ولم ينشئ اي من القوى السياسيه، ولم ينشئ الحريريه السياسيه بتركيبتها الثلاثية الحريري بري جملات اللي أنا بسميها. وبالتالي ولم يوجد هذه المنظومة من الفساد أو من الإمساك بمفاصل الدولة. ورث هذا الموضوع وتعاطى معه على أنه أمر واقع وفقا لحساباته وأولوياته اللي نختلف معه فيها أنا شخصيا من البدايات، لانه حتى وقت اللي صار من هالورتة عند السوريين اذا بدنا نقول هيك، يعني اليوم سوريا كيف علاقتها بجنبلاط، كيف علاقتها بالرئيس بري؟ بس عم نحكي وقتها، ليش هو حاملها هالورتة بعده؟ عم نحكي وقتها مين كان، وقتها كان اللي يتعاطوا بالملف اللبناني نظام الامني، لا عبد الحليم خدام وغازي كنعان بشكل اساسي، هن اللي كانوا يتعاطوا بالملف اللبناني بشكل مباشر. وبالتالي كل هذه المنظومه هي تركت او هي ورثت، بس هو ما عم بيتخلى عنها 17 سنة على خروج سوريا من لبنان. بس وقت اللي بس ما ننسى خروج سوريا من لبنان ما كان باتفاق سياسي ولا كان بتفاهم سياسي لبناني سوري أو لبناني سوري دولي، كان باغتيال الرئيس رفيق الحريري والتحولات اللي صارت. وبالتالي كان الحزب أمام مأزق، لأنه الحزب كل الفترة الماضية كلنا بنعرف كان ممنوع لا يكون عنده وزير في الحكومة بالحكومات أيام الوجود السوري في لبنان. وبالتالي الحزب ممنوع عليه ولا هو؟ أنا بحاسب الحزب مش وقتها، مش بال 2005، لأنه كمان الرئيس ميشيل عون وقتها إجا على لبنان بال 2005 وما كانت واضحة ملامح سياساته وين بده يروح. هو موجود هون عمل التحولات باتجاه هذا المحور، باتجاه سوريا وإيران وحزب الله بعد التفاهم مع الحزب. لذلك يعني إذا واحد بده يوصف هاي المرحلة، كانت مرحلة فيها كتير يعني إرباك سياسي، وحزب الله كان يعاني القلق. أنا بعتقد هودي كلهم كان ممكن نعتبر أنه هودي فيهم تبريرات ما، مش تفسير، فيهم تبرير ما للحزب، مثل ما هو ببرر أنه كان مضطر يحمي حاله بمجموعة تفاهمات وبالتحالف الرباعي اللي أعاد تكريس هذه المنظومة في السلطة. أنا بعتقد الحزب بعد 2006 وبعد الانتصار الكبير الذي حققه في هذا الموضوع على مستوى مقاومة العدوان الإسرائيلي، كان يجب أن يقوم بتحول كبير في إدارته للملف الداخلي. بعتقد كانت فرصة تاريخية مرت، لأنه هو كان قادر يفرض اللي بده إياه، أو قادر على الأقل يعني بالتفاهم، لأنه كان عامل التفاهم قبل حرب تموز مع الرئيس ميشيل عون. كان مفترض، أنا برأيي كان مفترض ما يقبل باللعب اللي صارت بما يسمى تسوية الدوحة، ويأتي بميشيل سليمان رئيسا للجمهورية. أنا ذاك كان لازم يكون ميشيل عون رئيسا للجمهورية بناء على التفاهم اللي كان قائم، وكنا وفرنا كثير من الأمور، لأنه حتى يعني الشق الآخر من التيار كمان هني ما فيهم يطلعوا من المسؤولية، لأنه الشق الآخر من التيار كمان إجا يحاصص هذه المنظومة. لما ما زبطت معه بيتصادموا وبيتصالحوا، بيتصادموا على مشروع وبيتصالحوا على مشروع. ما ننسى من وقت لهلا صار في تعيينات تحاصصوها ولو كانوا، ما هي اصلا المحاصصه تجري بين متخاصمين، مش هيك؟ التيار بنفس الوقت صار يركض للمحاصصه تحت عنوان انه المسيحيين كانوا خارج السلطه كل هاي الفتره، هلا نحن بدنا حصتنا. فكمان التيار تخلى جزئيا او بشكل او باخر عن مشروع بناء الدولة.
لذلك بالأساس كانت المعادلة عدا الحفاظ على التعايش وعلى نظام الحريات القائم في البلد، كان في يعني معادلة قائمة إنه التيار يوفر بعدا وطنيا لحماية مشروع المقاومة دفاعا عن لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي، وبالمقابل الحزب يدعم التيار في مشروع بناء الدولة وفي مشروعه اللي كان يعني آنذاك أخلوا الإصلاح بالتزامن. والتغيير. أي طبعا كل واحد من جهته بالاتفاق. هلأ بقي منه أنا شو بقي منه خليني أقول لك يعني. بقي منه خليني أقول البعد الأرقى من هيك، هي مسألة إيجاد تفاهمات بين المكونات اللبنانية. بس مين لأنه قال ما في إمكانية اللبنانية لما يعني مين قال إذا بيتصالحوا القاضي بينعكس هذا على القاعدة أو بالعكس إذا بيتخاصم؟ وعم نشوف كمان شو عم بيصير بين مستقبل وقوات مؤخرا، شو عم بيصير بين عونية وقوات، إنه هلا ما يعني هلا خلص مش وقت زمن لا تقاتل. لا لا هلا خلص، لا أنا ما عم بحكي تقاتل، أنا بعتقد ما في تقاتل ولا في إشكالات أمنية كبيرة يعني حسب قناعتي هلا، بس أنا بعتقد إنه يعني هذا التفاهم اللي مكتوب على الورق بيناتهم خلص مثل ما بنقول بالدارج خدم عسكريته انتهى، ما عاد في يكمل، بده رؤية جديدة وبده صيغة جديدة، وهذا اللي أنا دعيت له بالمقال أنه بدكم تعملوا مراجعة وبده في أسئلة بدكم تجاوبوا عليها الطرفين. إنما الطرف الموجود بالسلطة اليوم فيما تبقى من هذا الوقت يعني بالنسبة للرئيس هون أو في وجود التيار في الحياة السياسية من موقع يعني لا بأس فيه حتى اليوم، لنشوف إذا صارت انتخابات شو رح يصير وقتها وقداش رح يكون حجمه، لازم يستبقوا حتى الانتخابات بإيجاد صيغة تفاهم أخرى، مش يعني هذا خلص خلصت مدة واكسبايرد، بدهم يعملوا شيء مختلف يرجعوا يقنعونا أنه هن اللي بنوه وقتها كان ممكن يتحقق وكان في عقبات، إنما رح يروحوا على شيء جديد. أنا بعتقد حتى اليوم الطرفين مش جاهزين لهالموضوع. طيب من ضمن يعني حضرتك عم تقول كان لازم يمكن بوقتها يجي الرئيس ميشيل عون، عم نحكي 2008 رئيس جمهورية، اليوم هو رئيس جمهورية يتبقى من العهد مفروض 9 أشهر اللي هي المهلة لنهاية تشرين الأول أكتوبر المقبل، بهو 9 أشهر البعض بيقول شو ممكن يعمل باللي ما قدر يعمله بال5 سنين اللي مرقوا. يعني مثلا عنا اليوم قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامي، برأيك موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامي سينتهي إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه وتنفيذه، أو بطريقة ما رح يتلاقي له مخرج آمن من الحياة السياسية والمالية بلبنان؟ يعني مخرج آمن ليش بدنا نعمل له مخرج آمن؟ هو لاجئ سياسي يعني نحن هذا الرجل هو البعض يقول أنه يعني رأس المنظومة ماليا كان كل هالفترة. خليني أقول لك أنا سميته معك هون وبغير هذا سميته دائما حارس المغارة. في مغارة لصوص موجودة بالسلطة نهبت أموال المودعين من المقيمين والمغتربين، لأن صرخة المغتربين كمان كتير كبيرة، اختربت بيوتهم كل جنة عمرهم اجوا حطوه هون على أساس هذه جنة ضرائبية والجنة المصارفية لبنان. كل هذا الشغل أو كل هذا الأداء هو مسؤول عنه، مغارة اللصوص هو هلأ واقف على بابها، لابد من إزاحته حتى نعرف شو فيه. حاول الرئيس عون كمان عشان ننصفه بهذا الجانب، حاول في موضوع التدقيق الجنائي، إنما العراقيل كل يوم عم تنحط أمام الفريق رغم أنه توقعت عقود وقبضوا مصاري الشركة اللي كان من المفترض تقوم بهذا التدقيق، حتى اليوم هذا التدقيق لم يحصل، وبالتالي مين المسؤول عن عدم حصوله؟ هو حاكم مصرف لبنان. وهلا عم تنربط القصة بنهاية موضوع السرية المصرفية. وزارة المالية هذيك بؤرة يعني غير عادية، وهذيك قصة طويلة عريضة لحالها كمان. بس خلينا نبلش من مصرف لبنان. حاكم مصرف لبنان ما في يتأمن له خروج آمن. حاكم مصرف لبنان لازم يتحاسب ولازم يتحقق معه. شو معلوماتك بتقول؟ لازم يتحقق معه. شو معلوماتك؟ شو يعني؟ هلا في بروسس يعني في مسار عم ينحكى عنه انه بده ينعمل مذكرة توقيف بحقه، وبالتالي بتعطل إمكانية انه يكمل مهامه، لأنه هذا قضاء بالنهاية، وهذا مش قضاء ما شفنا حدا اعترض
على قرارات الرئيس غادة عون، يعني لا مدعي عام التمييز ولا غيره، وبالتالي رغم أنه ما نفذت الضابطة العدلية، وأنا بعتقد الخطأ اللي ارتكب أن يكلف أمن الدولة في هذا الموضوع، وأمن الدولة موسوم بأنه يعني يتبع على رئاسة يتبع نعم للرئيس عون أو قريب من التيار اللواء صليبة. مين لازم كان يتبع؟ هي بتروح عادة على الضابطة العدلية المفترض، وبالتالي كان لازم تكلف الضابطة العدلية، لما ما بتنفذ حتى الضابطة العدلية لازم تتحاسب أنه بتكون تنفذوا قرار قضائي بالنهاية، وإلا إذا ما في قضاء ما في دولة، يعني رح نضلنا على نفس النغمة. مذكرة التوقيف عم بتقول حضرتك أنه رح تصدر مذكرة التوقيف بحسب معلوماتك؟ أنا عم بقول عم ينحكى عن مسار أنه عم ينحكى عن مسار أنه بتصدر مذكرة التوقيف، وبالتالي هو تعطل مهامه وتشمل هذه، أو بعدين يعني ممكن يطلع قرار بأنه حتى النواب وما فيهم يمارسوا مهام بديله نائبه الأول، لأنه هن المفترض شركاء له بالتلاعب في الدولار في والعملة الوطنية. يعني يبدو في بده يصير تعطيل بمعنى وتوقيف عمل كل المجلس المركزي. وممكن ممكن ساعتها ينراح على تسمية حارس قضائي على المصرف المركزي، وبالتالي يدير هذا المصرف بانتظار أن تبت الأمور بما يعني الحاكم ونوابه والفريق العمل. هذا أمر بس ما بيتوقف، يعني هو الهدف تجميد عمله وعمل المجلس المركزي ليدير آخر. إذا طلع قرار توقيف لازم يتوقف، إذا بده حدا يحميه ما يخليه يتوقف هذا أمر آخر، بس هو إذا طلع قرار بده يتوقف يعني بالمبدأ. بس من قادر على إدارة هذا الجنون بالأسعار ليش نحن هلأ مش ليش نحن هلأ مش عايشين؟ أنا مش عم بحكي مؤيد أو أنا حكما ضد حاكم مصرف لبنان وكل هذه المنظومة المالية بوزارة المالية وبحاكمية مصرف لبنان، إنما في حدا يجاوبنا على سؤال كيف كان الدولار 33,000 وكيف صار 20,000 ونزل ل 19,000 ورجع طلع ل 21,000؟ كيف بتصير هاي الأمور؟ كيف بنلعب بأعصاب الناس بمالها بحياتها برزقها بمعيشتها اليومية وبإمكانية أنها تستمر وتعيش؟ كيف يعني مين سمح له لحاكم مصرف لبنان وللمنظومة اللي حاميته وللحرمية اللي حواليه من صرافين وجمعية مصارف وغيرها، مين سمح لهم يأكلوا أموال الناس ومين سمح لهم ينهبوا الناس؟ هذا اللي عم بتقوله. طيب. عم بتقول هو فلذلك هو حارس المغارة. طيب لا فلذلك إذا جمد عمل حارس المغارة مين من جوا بده يشتغل بالبلد؟ لا اللي برا أسوأ، يعني مين بده أساسا يمسك هذا الموضوع؟ هلأ هيدي مين قادر يمسك هذا الموضوع؟ في كتير ناس قادرين. هيدي نظرية أنه رح نضلنا عايشين كل حياتنا، لما بتقولي هذا الشخص ما عاد بيمشي يا عمي، هذا زلمي ما عاد عم يشتغل شيء وما أنتج شيء خلال سنوات طويلة وما عمل وما سوى، طيب مين البديل؟ يا أخي شو مين البديل؟ ما الدنيا بتوقف يعني عند شخص؟ بس عند هذه طيب. المنظومة ما عم بتقدم لك البديل الافضل، هيدا اللي نفع. هلا هيدي هي هيك هلا كل العالم اللي عم تسمع بتقول اذا رحنا لهون شو بده يصير بالدولار؟ هلا يعني شو بده يصير بالدولار؟ ما هو كمان ما حدا بيعرف شو بده يصير بالدولار، ما يكون هلا تهدئه الدولار وتهدئه السوق وضبط سعره بهامش معين بين ال 20 و 22 مثلا، ما تكون لعبه ما قبل الانتخابات ما قبل اقرار البلاوي اللي جاي بالموازنة واللي هن راح يحطوها تحت عنوان انه ما في حل والا صندوق النقد الدولي ما بيعطينا مصاري، يلا بنحكي عن الموازنة وغيرها، ويكونوا عم مثل ما بقولوا عم بينيمونا على حرير هالفترة لحتى لي بعدين بيقطعوا الانتخابات بيرجعوا بيقعدوا على الكراسي من جديد، بس هناك بعدها بتصير المصايب اللي منتظر الناس. بس ما فيهم يعملوا هيك لأنه جلسة المحددة لحاكم مصرف لبنان هي ب15 شباط. ايه كل شيء لا لا فيهم يعملوا. يعني قدي فيهم يتحكموا بتجميد كل الأمور إذا بدها تاخد قرار الرئيسة غادة عون مفروض قبل جلسة 15 شباط مذكرة التوقيف إذا بدها تصدر. ايه طبعا ايه طبعا. يعني في طبعا. لا لا ما هو عشان هيك مجرد. عشان هيك قيل أو سرب في الإعلام أن رئيس الجمهورية أعطاه مهلة أسبوع. مش هيك حتى هو يرد على أو يعني يستجيب لطلب استجوابه وتحقيق معه. هلأ إذا ما عمل هالموضوع أنا مش قصة داعم أو مش داعم، برجع بقول أنا ضده وضد هذه المنظومة. هلأ إذا كان في إمكانية لعملية جراحية من هالنوع مع ضمان أن يكون البديل
شخص واثق ويوحي بالثقة للمرجعيات المصرفية الدولية، لأن احنا بالنهاية يعني نظامنا المصرفي مفتوح على العالم. مظبوط. وكمان يوحي بالثقة بالداخل، أنا مع تغيير والإتيان ولو بحارس قضائي. ما حيقدر يحمي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي؟ أنا بعتقد القصة مش عند نجيب ميقاتي. عند مين؟ القصة عند الأمريكان أول شيء. ما بعرف إذا يعني إذا ربطنا هلأ، لأنه رح نحكي عنه، إذا ربطنا هالموضوع بموضوع ترسيم الحدود والخطوة اللي صارت، ما بعرف قديش رايح الرئيس عون في المواجهة بهالموضوع. عند الرئيس بري هل راح يتركه؟ يعني ما بننسى أنه إجا بالهليكوبتر من الجنوب لبعبدة لوقف قرار إقالته آنذاك في آخر أيام حكومة الرئيس حسان دياب، ودفع حقه الرئيس حسان دياب هاي القصة. وبنفس الوقت البطريرك الماروني حضرة بشار الراعي، وبالتالي يعني كلهم هودي. وبنا نشوف كمان من بعد في على الحواشي يعني كمان ممكن يكون متمسك فيه أكثر، لنشوف إذا رح يتصدوا، إذا رح يواجهوا، رح يحاولوا يمنعوا هاي الخطوة إذا كانت رح تمشي. يعني تقول عم نحكي لحضرتك شو بتقول تمشي هاي الخطوة؟ أنا بعتقد في شيء عم يعد بهالاتجاه. هلا لوين بيوصل ما بعرف، لأنه في مسار قضائي مشي ما رح يوقف إنه عملنا مذكرة توقيف ونمنع عليها. رح يصير يعني في إلى نفسه بيقدر يرجع يطلع تعميم أو مذكرة جلد التوقيف بحقه، ما بعود يقدر يطلع تعميم، ما بعود يقدر يمارس مهماته، يعني صار مطلوب للعدالة. هون مش طبعاً. مثل حالة النواب كانوا عم يحمون بفتح الدورات وإقفال الدورات، يعني لا حتى النواب ما قدروا يحمون. لا هو بالنهاية موظف، موظف يعني لا هو موظف بالنهاية، ومن المفترض أن يخضع للقانون. وهلا بيقعدوا بصيروا يتفلسفوا كتار. هلا لا هذا ما له علاقه النقد والتسليف وكذا، هودي كلهم كنتوا ناسيينهم وقت اللي كان عم بخرب البلد. راح نتابع بعد اول فاصل اعلاني بموضوع زياره وقدوم الوسيط الامريكي اموس هوكستاين اللي مفروض يوصل بعد غد الى بيروت. هل تغير المسار التفاوضي نتيجه التطورات اللي عم بتصير بفيينا، ولا راجع ليؤكد المؤكد؟ نحن بدنا خط التفاوض اللي هو صاروا متمسكين به اكثر فريدريكوف، ولبنان بده 29 بين هذين الخطين. بعد فاصل اعلاني اول. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، ونتابع حوارنا مع القيادي السابق في حركه امل محمد عبيد. زياره هوكشتاين شو راح تفرق هذه المره عن المرات السابقه، وهل نحن ذاهبون باتجاه عوده مفاوضات ترسيم الحدود ولا مزيد من التازم؟ اول شيء خلينا نحكي عن يعني حسب المعطيات شو عم بفكر هوكشتاين مع الفريق اللي بيشتغل معه بهالموضوع. حسب المعطيات الموجودة، رجعنا لفكرته الأساسية اللي كان طرحها سنة 2013 بعتقد حول الشراكة الاستثمارية دون الترسيم فوق المياه. يعني الشراكة الاستثمارية تحت المياه بين وبين كيان العدو دون البحث في موضوع ترسيم الحدود البحرية، بمعنى أنه هلأ طلعوا هودي اللي موجودين تحت المي، استفيدوا منهم أنتوا والإسرائيلية، وبالتالي ما في ضرورة هلأ تجوا تفتحوا ترسموا هالحدود وتضلكن على الأنين. وراح تجي الحجة الأساسية أنه حالتكم بالويل ووضعكم الاقتصادي والمالي، وراح تطلع لنا أصوات بالداخل هون كمان بلشت أنه يا عمي شو بدكم بهالشغلة، وين أخديننا على أنه على تحدي مع العدو الإسرائيلي، على أساس نحن كنا عم نحكي هلأ عن 17 أيار، على أساس نحن بزمن فيليب حبيب وجولاته المكوكية، والله بزمن التوقيع على 17 أيار ما احنا انتفضنا على هالموضوع لأنه اعتبرنا هذا أمر يمس السيادة. كيف بدنا نقبل بموضوع هلأ يمس السيادة، والأهم أنه بخسرنا ثرواتنا اللي قد تكون المنقذ الوحيد للبنان في موضوع الحصول على مال من دون الشحادة اللي تعودت عليها واللي بتسرق منها
منظومة الفساد. بس قادرين نحمي حالنا مثل ما بتقول كبلد؟ يعني في رسالة أرسلت من الحكومة اللبنانية الحالية حضرتك عندك إياها ورح تحكي عنها أكثر. في أيضا وصلني الآن رسالة أيضا أرسلها وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب لموضوع الوساطة التي يتم الحديث عنها عبر الوسيط الأمريكي وتمسك لبنان ب يعني هن رسالتين فضل. راحوا رسالة راحت لرئيس مجلس الأمن الدولي ورسالة تلقائيا بدها تروح لأمين عام الأمم المتحدة. رسالة رئيس مجلس الأمن الدولي رح نشوفها هلا على وعنا اياها اللي بتحكي عن الموضوع. رسالة أمين عام الأمم المتحدة هي نسخة طبق الأصل مع زيادة عليها انه يطلب منها من أمين عام يطلب فيها من أمين عام الأمم المتحدة انه يحط هذه الرسالة على موقع القانون البحار التابع للأمم المتحدة حتى لبنان يقول انه انا رديت على الرسالة الإسرائيلية اللي اجتني بالمرة الماضية. رد لبنان شو هو؟ خلينا نقول المهم قبل رد لبنان خلينا نشوف نحن وين كنا. اليوم الإسرائيلي بمسار التفاوض اللي صار بالجولة الرابعة اللي قطعنا فيها مع الوفد المفاوض برئاسة العميد الركن بسام ياسين كان الإسرائيلي واضح أنه بده يفل عن الطاولة. ليش؟ لأنه كان عم بتابع ما يجري في الداخل اللبناني وهي نقطة مهمة كتير لازم يسمع الرأي العام ومش مهم يسمعوها المسؤولين لأنه بيعرفوها بس هن السبب بهذا الموضوع. كانوا عم يتصارعوا مع بعضهم نمضي المرسوم تعديل المرسوم 6433 لا ما منوقعه لا ما في حكومة ما فينا نعمل مرسوم استثنائي دخلنا بهذه الدوامة. الوقتها الإسرائيلي حس أنه هو لبنان في حالة إرباك سياسي في التعاطي مع هذا الموضوع وبالتالي ما في ضرورة أنه هو يضل قاعد على الطاولة. ما في شغلتين كان ممكن يرجعوا يجيبوه على الطاولة. قبول لبنان بالخط 23 اللي بيعطينا 860 كيلومتر مش قبول فيه القبول بالتفاوض حوله يعني العودة إلى خط هوف وإزاحة موضوع الخط 29 والأمر الثاني أنه نمضي المرسوم ونوديه للأمم المتحدة. لما ما عملنا هود اثنين خلص طلع الإسرائيلي من التفاوض ومدعوما من الأمريكي آنذاك بالسفير ديروشيه ووقفت القصة. اللي أعادهم مرة واحدة هي بآخر بالجولة الخامسة هي معلومة خاطئة أعطاها آنذاك النائب الياس أبو صعب لا ديفيد هيل اللي قالوا فيها أنه تعا الأمور جاهزة حتى توقعوا. إجا لهون عمل زيارة وإجا ديروشي فوجئوا بأن الوفد اللبناني ليس لديه التعليمات وأنا عم بحكي كلام دقيق ليس لديه التعليمات بأن يقبل بأي تسوية حتى أن رئيس الجمهورية آنذاك كمان عشان نعطيه حقه بالشغلات اللي بتكون منيحة طالعة عن الرئاسة وتقال للوفد المفاوض أنه التفاوض من 23 لل 29 مش التفاوض وراء 23 يعني مش ضمن بين خط 23 وخط هوف وبالتالي فرطت القصة. فينا نشوف على الخريطة اللي عم تحكي عنها حضرتك عنا إياها كمان اللي هي يعني لأكثر يتابعوا معنا بالخطوط المشاهدين. نعم. وبالتالي كنا خسرنا ال 1430 كيلومتر مربع اللي هود اللي هن موجودين. اليوم الرسالة أهميتها عدة نقاط لأول مرة صراحة يعني عشان كمان نضوي على شغلي منيحة أنه هيدي الرسالة لأول مرة تجاوزت موضوع المرسوم 6433 لأنه بلش لبنان يحكي بأنه نحن أبعد من الخط 23 حتى ولو كان المرسوم يتحدث عن هالمسألة. النقطة الثانية بالرسالة في تحذير للعدو للطرف الثالث يعني مين الطرف الثالث الشركات اللي ممكن تجي تستثمر بالحقول اللي تعتبر متنازع عليها. هذا الموضوع اليوم أي شركة
صار فينا نحن نروح ندعي عليها بناء على هاي الرسالة. بهيدي الرسالة اللي هي مرسلة إلى رئيس مجلس الأمن اللي كمان عم نشوفها بآخرها، آخر جزء منها حضرتك عم تحكي عن التحذير. نعم. حين يعني تشير سفيرة دكتور أمال مدللي بأنه ما زال لبنان يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأمريكي ويؤكد الالتزام بالتوصل إلى حل تفاوضي، ترجع بتقول كما يحتفظ لبنان بكامل حقوقه في رفع أي مطالب لاحقة ومراجعة حدود منطقته الاقتصادية الخالصة، كما تنص المادة الثالثة من المرسوم 6433 وتاريخ 21/1/2011 إذا فشلت المفاوضات غير المباشرة في تحقيق التسويات التفاوضية. تماما. هيدي هون هيدي نقطة كتير مهمة، الأساس أنه لأنه في رد كل الشركات، لأنه الرسالة اللي بعتها الإسرائيلي ب 21 كانون أول للبنان للأمم المتحدة حذر أي شركة. ليش هو بعتها؟ ردا على موضوع العروض يعني اللي لبنان أو المناقصة اللي لبنان طرحها في موضوع تلزيم كل الحقول. إجا الإسرائيلي قال ما فيكم تلزموا هيدي الحقول، وبالأخص منها حقل قانا بالبلوك رقم 9، لأنه هاي منطقة متنازع عليها. نحن ردينا على هالرسالة ولو بعد شهر، إنما أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا. صار الرد على هذا الموضوع، كمان صار في تحذير لأي طرف ثالث، يعني الشركات اللي ممكن تجي تستثمر. في ثغرة وحيدة بالرسالة كمان عشان نكون موضوعيين، رغم أن ذكرها لموضوع حقل الكريش فيما يعني التوصيف كيف إسرائيل بتوصف حقل الكريش أنه من حقها، لم يتعرض هذا الموضوع من قبلنا للضغط المباشر. يعني الحديث عن حقل الكريش أتى عرضا ولم يعلن لبنان أنه أنا إلي جزء من هذا الحقل، وبالتالي ممكن الإسرائيلي إذا ما أتبعناها برسالة فيها الإحداثيات وتعديل للمادة الثالثة من المرسوم، ممكن الإسرائيلي يضل مكمل إجراءاته بشهر آذار المقبل عندما تصل الباخرة اليونانية للبدء بالتنقيب في هذا الحقل. هيدي بعد خارج الضغط المباشر عشان نكون شو واضحين. شو ختام هالموضوع؟ شو بده ينقال لهوكشتاين؟ هلأ المهم نقطة، كمان نقطة، أنه في حال فشلت المفاوضات، هيدي نقطة مهمة، فلبنان رايح باتجاه تعديل المرسوم 6433. مشكلتنا مع هوكشتاين انه عم بعيدنا مثل ما قلت للسياسه، لانه عم بيسالوني عن موضوع الرساله. يعني في كثير اسئله عم بتصير بس مش عم لحق صراحه، انه لبنان كانه يعترف بموضوع حقل كريش بانه في تنازع على حقل كريش. يعني لا مش واضحه هاي النقطه، هاي النقطه صراحه غير واضحه لنكون دقيقين، لانه هاي جاي بسياق انه نحن عم نقول انه الجانب الاسرائيلي مثلا بعكس ما ادعى الجانب الاسرائيلي بشان ما يسميه حقل الكريش، حتى لم يتبنى الجانب اللبناني لا التسميه ولا الادعاء ولا هاي. وبالتالي هيدي النقطه، هاي اللي كنت عم بحكي عنها، غير واضحه بالنسبه لنا. يعني احنا ما تعرضنا للضغط المباشر على موضوع حقل الكريش، لانه هاي تحتاج الى تعديل الاحداثيات، وتعديل الإحداثيات اللي لازم نبعثها للأمم المتحدة يجب أن تصدر بمرسوم جديد وفقا للمادة 3 طيب من 6433. يعني هاي الرسالة كمان ليست أولا لا تتضمن خريطة. طيب خلينا نبني يعني على الإيجابيات. هاي الرسالة ردا على الرسالة الإسرائيلية، يعني رسالة رد على الرسالة المطلوب أن تتبع الخطوة، خصوصا خليني بس كمان ضوي على نقطة عشان في البعض بلش يقول انه هوكشتاين ما معه خبرة هاي القصة. مش بس هيك، من وقع هذه الرسالة؟ اي مسؤول لبناني لحد هلا ما عندنا توقيع؟ وزير الخارجية. مش موقعة منه؟ لا ما عندي توقيع. وزير الخارجية عادة بالمراسلات البروتوكولية بيبعت الرسالة لا مندوب الأمم المتحدة لبنان. طيب. الأمم المتحدة بيقول له أنه اعمل رسالة بلغ الأمم المتحدة، لأنه اللي صدرت عن العدو الإسرائيلي كيان العدو هي رسالة من مندوب كيان العدو لدى الأمم المتحدة، ما في يبعث وزير الخارجية رسالة، يعني ما كمان بده يكون في توازن بالموضوع. طيب. فاللي بعت الرسالة هو مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة، هذا يكفي، ما بالضرورة نرجع وقع وزير الخارجية ما وقع، المهم أنه في رسالة صدرت عن الدولة اللبنانية
وتم تبليغها للأمم المتحدة. هلا في كتار عم يشتغلوا هلا على فكرة شو؟ إنه هوكشتاين ما معه خبرها. بس لنحكي شوية تواريخ دقيقة عشان الناس ترتاح، خصوصا اللي توتروا حتى في محيط الرئيس عون وبعض المكلفين في هذا اللي كانوا عم بتابعوا هذا الملف مع الوسطاء الأمريكيين توتروا، وأنه هذه القصة بتعطل زيارة هوكشتاين والمهام اللي كان ممكن يقوم فيها. بس للتذكير، هاي الرسالة بعتها وزير الخارجية لمندوبية لبنان بالأمم المتحدة ب 25/1. مندوبة لبنان السفيرة أمل مدللي بعتتها للأمم المتحدة ب 28/1. طيب هوكشتاين زار كيان العدو ب 30/1. ما معقولي واحد مثله كان عم بتابع كل هذه التفاصيل، ومنعرف الإمساك الأمريكي بمفاصل الأمم المتحدة، ما يكون اطلع على هاي الرسالة قبل ما يروح يزور كيان العدو ويتصور هو وزيرة الطاقة في كيان العدو. وبالتالي هذا الحكي لا قيمة له بأنه هاي القصة رح تأثر أو ما تأثر. هي شرف حدد موعد وجاي، ويمكن ما كان رح يجي الأسبوع الماضي. على فكرة في كتار من الذين التقوا السفيرة الأمريكية هون كانوا عم بيقولوا وسألوها عن هوكشتاين، قالت لهم لا طلب مواعيد ولا حدد جدول أعمال، وما قالنا إذا رح يجي أو ما رح يجي. يعني هاي الرسالة هي قد تكون واحدة من الأسباب اللي خليته يرجع يجي لهون لحتى يطرح الأمور. ليش دائما نحن منقول نحن لازم نبادر، نحن في موقع القوة يا عمي. لبنان المقاوم، هلأ لبنان المقاوم السلطة فيه أو بعد السلطة فيه عشان ما نظلمهم كلهم، عم بتفاوض بعقلية 17 أيار، ما عم بتفاوض بعقلية أنه لبنان محرر أرضه بقوته الداخلية والذاتية. ما عم تستفيد من أنه نحن انتصرنا على العدو بال 2006، وما عم تستفيد من توازن الردع اللي عملته المقاومة والجيش في مواجهة العدو بس الإسرائيلي. لأنه تأكيدا على حضرتك اللي قلته بموضوع الرسالة، رح أبعت أنا بانتظار أنه تتحضر هذه الرسالة المرسلة من سفير من وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب إلى سفيرة مدللة التي على أساسها بعثت بالرسالة. أنا بعثت الصورة على أمل أنه نحضرها، وبانتظار أنه نحضرها معنا رد مباشرة باتصال من الوزير السابق الياس بو صعب. ردا عليك أستاذ محمد، صباح الخير. صباح الخير لإليك وللأستاذ محمد. أستاذ ياس، ما بعرف إذا تسني لك تسمع ما كان عم بيقوله الأستاذ محمد أو وصلت لك، يعني بدك ترد على أساس ما سمعته ولا على أساس ما وصل لك؟ لأنه ما بحب أحكي شيء ما أكون دقيق فيه. حدا اتصل فيي قالوا لي أنه كأنه الأستاذ محمد قال كلام بما معناه أنه أنا استدرجت سفير ديفيد هيل لشيء معين، بس ما عرفت التفاصيل. لا أنا ما قلت أنك استدرجت أستاذ الياس، أنا قلت أنه وقت اللي اجى ديفيد، وقت اللي وقفت المفاوضات بالجولة الرابعة طلع منها العدو الإسرائيلي من عن طاولة المفاوضات، صار اتصالات. لأنه بتعرف وأنا بعرف وكتار بيعرفوا أنه حضرتك عم بتتابع هذا الموضوع مع الأمريكان، وبالتالي كان في زيارات متبادلة أو زيارات لعندك من قبلهم بس يجوا لهون، وأنه صار في اتصالات أو حيتلهم فيها أنه الأمور جاهزة للعودة إلى طاولة المفاوضات بما يتجاوز تمسك لبنان بالخط 29، وأجوا لهون وفوجئوا بأن الأمر مختلف تماما، وصار إشكال بالجولة الخامسة وتركوا وفلوا، وما عدنا شفناهن لحد ما صار استبدال السفير ديروشي بأموس هوكشتاين. هيك حرفيا عم اقول لك اياهم. وضح هلا كلامك اذا بس بتسمح لي وضح نقطتين. اول شيء انا دوري وسيط مع فخامه الرئيس، وما عندي دور لا بعطي موقف لبنان، ولا مره اعطيت موقف لبنان، ولا مره جاوبتهم اذا جاهزين ولا مش جاهزين. هذا الكلام ابدا منه دقيق. لا بل الموضوع اللي عم تحكي عنه حضرتك، انا سئلت أنه في حال إجا الوفد لحتى نرجع نعيد المفاوضات، هل لبنان جاهز لينتقل لمرحلة نتخلى فيها عن خط 29؟ قلت لهم أنا مني مخول لأعطي هيك جواب، هذا الموضوع مش أنا اللي بقرره، ولكن في حدا كتير بتعرفه أنت منيح
هو اللي أعطاهم الجواب. ولما سألوني قلت لهم أنا ما عندي أي جواب لا سلبي ولا إيجابي قبل ما أحكي مع فخامة الرئيس ولا جاوبكم. هيدي أستاذ محمد موثقة وفيني فرجيك إياها وقت اللي بتريد. بالتالي بس حبيت وضح ما بدي فوت بسجالات. لا لا بس خليني أقلك أنا دوري بس قبل دوري أنا أبدا ولا مرة من المرات كان بعطي جواب أو بعطي موقف لأنه مش مخول بهذا الموضوع. بس أستاذ الياس حضرتك عملت مقابلة مؤخرا مع جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 1/2/2022 وحكيت فيها بما معناه بالمضمون، لأن الواحد بيقرأ بين السطور، أن هناك توافق سياسي لدى المسؤولين. هذا موقف حضرتك عبرت عنه، وهذا لا يتطابق أبدا مع الرسالة اللي هلأ حتى لبنان أرسلها للأمم المتحدة، أنه هناك توافق في لبنان على التسوية وفق المرسوم 6433. وأنا قريت المقابلة أكثر من مرة حتى أكون دقيق. لا أبدا أرجع أقرأها مضبوط، لأنه أنا اللي قلته أنه كان في توافق، موقف لبنان كان موحد وهذا الموضوع كان إيجابي جدا، ولكن ما قلت موحد لا على المرسوم هذا ولا على المرسوم. شو الموقف اللي يعني هون أكثر من هيك استاذ الياس؟ بس تنختم لانه حضرتك مثل ما عم بتقول اليوم عندك يعني تمثل موقف رئيس الجمهوريه العماد ميشيل عون، شو الموقف النهائي لهذا البلد بموضوع الترسيم؟ يعني هل سيصدر مرسوم يؤكد على الرساله التي ارسلت مؤخرا واللي عرضناها من شوي الى مجلس الامن؟ رح يصدر هالمرسوم ولا ما رح يصدر عن رئيس الجمهوريه؟ ومن دون ما ندل بهذا الجدل يعني. بس لعبك لا هذا جدل كثير مهم. اول شيء هيدي الرساله اللي صدرت طبعا هيدي رساله كمان عليها موقف موحد من كل اللبنانيين، على عكس ما يوحي الاستاذ محمد انه في حدا. لا انا ما اوحيت. لحظه انا ما اوحيت انه اولا كل اللبنانيين، لا لانه ولا حتى كل المسؤولين، انا لانه حضرتك ما سمعت انا شو حكيت. انا حكيت بالتفصيل عن هاي الموضوع، قلت هيدي الرساله لم تعجب البعض اللي كان عم براهن على جولات مكوكية بقوم فيها هوكشتاين. عبر عن هالموضوع النائب وليد جنبلاط بمقابلة على محطة تلفزيونية أخرى وقال خلينا نرجع لاتفاق الإطار وبلا مزايدات. في كتار من المسؤولين، ما في إجماع لهذا الموضوع، في كتار من المسؤولين بالدولة معتبرين أنه شو بدنا بهالقصة مع العدو الإسرائيلي. ورجع بعدين هديك اليوم عمل تصريح الرئيس نبيه بري وقال جاي هوكشتاين ورح نرجع لاتفاق الإطار. لما نرجع لاتفاق الإطار عم ننصف كل هذا الكلام اللي راح بالرسالة. الرسالة شغلة متقدمة عن هاي المرحلة، فما تقولني شيء ما قلته لأنك ما سمعتني أنا شو حكيت. بلا أنت قلت الجملة هلأ اللي مضبوط مثل ما قلت، سمعت أنا بالأخير كي بالأول ما كنت على الحديث، بس أنت ضفت علي الشغلة أنه المقربين من الرئيس والحلقة والمقربين، في بعض المقربين ما عجبتهم هاي القصة أبدا. أنا بدي أقول لك المقربين من الرئيس كانوا مشاركين بالصياغة لأنه بتنعرض هيدا الرسالة على فخامة. مش كلهم مش كلهم يا خي، أنا اللي بعرفهم على الأقل. طيب وأنا في ناس تانيين بعرفهم كمان. طيب بس حتى ما ندلنا بهذا الجدل. بس أنا بهذا الجدل بدي أقوله نحن عنا تأييد تام لهيدا الرسالة. لبل هيدا الرسالة طبعا بتقوي موقف لبنان، لأنه كان في رسائل من العدو الإسرائيلي بمناطق مش لإله عم يعتبر أنه هو صارت لإله، طبعاً هيك رسالة كان مفروض تطلع. طيب طالما هاي الرسالة بتتبنوها وفخامة الرئيس عم بتقول يتبناها بكل يعني بكل قوة إذا بدنا نقول، وأنتم كوفد مفاوض ومشاركين بهذه المفاوضات تتبنوها والجيش بيتبنيها، ما الذي يمنع صدور مرسوم يؤكد حق لبنان بهذه المنطقة البحرية؟ شو اللي بيمنع صدور مرسوم؟ بس قولوا لنا. أقول شغلة، أنا لست مفاوض ولا بالوفد المفاوض ولا مكلف أعطي مواقف. يعني بدي أوضح في فرق بين شخص بيكون عم يعمل يعني بسموها ميدييشن، بين وساطة، بين وساطة مش وساطة أكثر ما هي أنه تحديد المواعيد، تحضير الجلسات الاجتماعات اللي بتصير، إنما ولا مرة كنت أنا عم فاوض
على شو بصير بالتفاوض اذا بيطلع مرسوم ولا ما بيطلع مرسوم. تؤيد شخصيا انه يصدر مرسوم عن رئيس الجمهوريه بهذا الاطار؟ انا برايي فخامه الرئيس كان عنده مرسوم ولكن بده توقيع المجلس الوزراء. اذا لبنان وصل لمرحله التفاوض ما وصل لنتيجه كل شيء متاح قدام لبنان. شكرا لك. نحن بالنسبه لنا بس لارجع انهي واقول نحن بالنسبه لنا مصلحه لبنان بتيجي بالدرجه الاولى وما حدا ينغش ويبلش يقولنا اشياء غلط. نحن بموضوع التفاوض في وفد بفاوض هلا وزاره الخارجيه معنيه كمان جدا بهذا الموضوع دورنا ما يعطونا اياه اللي ما عندنا اياه. شكرا لك الوزير السابق إياس بوسا مستشار رئيس الجمهورية بإطار الردود أيضا. بس اسمح لي أستاذ محمد لنختم هذا الموضوع، عندنا رد مش رد تأكيد برسالة كمان رح نعرضها على الهواء من أيضا سفيرة دكتور أمال دلالي التي أرسلت ب 18/9/2021 يعني سابقة ل 18/1/2022 كنا عم نعرضها بناء أيضا لرئيس مجلس الأمن بناء على تعليمات من الحكومة اللبنانية. أود إحاطتكم بالتالي، وردت أنباء عن منح إسرائيل هذا الأسبوع عقود لتقديم خدمات تقييم تنقيب أبار غاز ونفط في البحر لشركة هاليبرتون فيما يسمى حقل كريش في المنطقة والحدود البحرية المتنازع عليها، ومع الإشارة إلى أن اتفاقية الإطار التي ترعاها الولايات المتحدة والأمم المتحدة يطالب لبنان مجلس الأمن التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل بغية تجنب أي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان، كما يطالب لبنان بمنع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنبا لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. نرجو من مجلسكم الموقر إعلام لبنان بما تصل إليه نتائج تحققكم من حصول التنقيب في منطقة متنازع عليها أو العكس. هيدا تأكيد على عدم الاعتراف بخط كريش أيضا. لا، لحظة، هيدي مش هيك توصيفها أبدا. هيدي توصيفها شيء تاني. هاي توصيفها أنه بدنا تتأكدوا انه اللي بدها تعمله شركه هاليبرتون انه حقل كريش متنازع عليه. لا مش متنازع عليه، لبنان وقلنا وقتها هذا الموضوع، هيدي رساله بالمعنى القانوني عم بقول تاكدوا، بس هي بالمعنى القانوني مع احترامي للي كتبها وللي سلمها لا قيمه لها بالمعنى القانوني، لانه هيدي كان لازم تستتبع بمرسوم ومعاه خرائط واحداثيات. انا عم اقول للامم المتحده انه تاكدوا لنا انه شركه هاليبرتون اللي بدها تشتغل هون مش عم تشتغل بالمناطق المتنازع عليها. حقل كريش بالمعنى القانوني الدولي اليوم ليس متنازعا عليه، لانه ما في مرسوم. نرجع لنفس القصه، ولا في خرائط ولا في احداثيات. خلينا نعرف ارسلت بس الى الامم المتحده بس كمان، لانه وزير الخارجيه انه بناء على رساله وزير الخارجيه ارسلت رساله السفيرة اللبنانية في الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن. يعني هلا عم بأكدوا لي إنه بالرسالة ذكرين إنه حقل كريش متنازع عليه، بس إنه عم بقول أستاذ محمد كل هذا الموضوع يلغى إذا ما إذا ما في بدنا نحكي شعر أو بدنا نحكي قانون. إذا بدنا نحكي شعر منقول حقل كريش إلنا أو الشعر عشان ما نكون عم نهين الشعر والشعر. إذا بنحكي كلام عام عادي منقول انه حقل كريش إلنا. اذا بدنا نحكي بالقانون الدولي مثل الدراسات القانونيه والتقنيه اللي حضرها الوفد اللبناني مع مصلحه الهيدروغرافيا وقياده الجيش، منقول انه هيدا المرسوم اللي نحن اودعناه الامم المتحده مع الخرائط والاحداثيات. المسؤوليه الاولى بعدم توقيع المرسوم من؟ كل مجلس الوزراء ورئيس الجمهوريه الاولى والاخيره. يعني قلت لهم كلهم سوا؟ لا كلهم سوا طبعا. ما هذا يعني الموضوع طبعا طبعا طبعا، بس الاهم هلا جاي هوكشتاين ثلاثة. طيب مهم كثير ما يرجع يشغلونا الامريكان بالجولات المكوكيه. انا هاي اكثر شغله بعمل لها حسابات، لانه الجولات المكوكيه اخذنا كلام جبنا كلام رحنا رجعنا، لا في طاولة متفاوض غير مباشر موجودة، قاعد الوسيط الأمريكي وقاعد بنفس الوقت الراعي اللي هو الأمم المتحدة. نحكي على طاولة التفاوض، هذه اللي بتصير بالكواليس وبالاجتماعات وبالسهرات وبالعشوات لتركيب موضوع ما
هيدي قصة بترجع بتعيدنا إلى شكل ما من 17 أيار. هلأ بنحكي على اتفاق الإطار. حدا يبين لنا ورقة اللي حكى عنها النائب وليد جملاط والرئيس بري. وين حدا يحضرنا ورقة يفرجينا ورقة مستند أنه نحن فوضنا مع الأمريكي وبهاي الاجتماعات اللي فوضنا فيها مع الأمريكي وصلنا لهذا. هذا اتفاق الإطار. هاي رسالة نوايا أمريكية عم تقول أنا قبلت وساطة أنتوا طلبتوني فيها. بس ما هالأدرس مالها. وبالتالي حتى الرسالة اللي بعتتها مندوبة لبنان للأمم المتحدة اللي عم تحكي عنها الست أمل مدللة اللي هي بتاريخ 18/1 اللي مبنية على اتفاق الإطار. ليش الحكومة اللبنانية وقعت اتفاق الإطار؟ ليش في مرجعية دستورية لاتفاق الإطار؟ شو هو اتفاق الإطار؟ هو مجرد ورقة نوايا. طيب إذا الرئيس بري متمسك فيه وهو حر خليه يطرحه على الحكومة أو يعملوا اقتراح قانون بمجلس النواب. بس لأنه مضطرين ناخد فاصل إعلاني ونختم من بعدها مع كمان في عنا إطلالة لدكتور مصطفى علوش. انتخابات فيه ولا ما فيه؟ موازنة تقر أو لا تقر؟ بعد فاصل إعلاني أخير. مشاهدينا اهلا بكم من جديد. انتقل اسمح لي استاذ محمد انه ننتقل مباشره الى نائب رئيس تيار المستقبل دكتور مصطفى علوش مباشره من الشمال. صباح الخير دكتور. صباح النور. اهلا وسهلا فيك. سوري يعني نحن تاخرنا عليك عن الوقت المحدد بس لانه لزوم المداخلات اللي صارت. استاذ دكتور علوش يعني الكل بات يعلم بانه علق رئيس المستقبل كتلة المستقبل وتيار المستقبل سعد الحريري مشاركته ومشاركة التيار بالانتخابات. هل من الممكن أن يعود عن أي من القرارين بذكرى 14 شباط؟ أول شيء خليني أقول طبعا أنا قعدت نص ساعة ناطر لكن استمعت إلى نقاش طويل وحوار مفيد ولكن بالاستنتاج بعدنا على المنطق ذاته اللي هو انه نحن نعيش حوار الطرشان خاصة انه المشكلة يبدو انها ليست بيننا وبين العدو الاسرائيلي على قصة فلسطين. هي المواجهة هي داخل الدولة اللبنانية اللي لحد هلا ما اخذت قرارها او لا اما جبنا او حقيقة لاسباب غير واضحة. المشكلة هي نحن وعدم وجود السلطة في المكان الذي يجب أن تكون فيه وهو أنه قادر السلطة تأخذ قرار هو أساس فقداننا الأفضلية أو القدرة واللي عطى طبعا قدرة للعدو الإسرائيلي أنه يتفرعن بالطريقة اللي هي عم يتصرف فيها. في قانون دولي علينا أن نروح على القانون الدولي على رئيس الجمهورية وعلى الدولة أن تصدر المراسيم واضحة المعالم بخرائط وبتفاصيل قانونية تستند إلى القانون الدولي البحري ومن بعدها منتأكد أنه على الأقل في مفاوضين بالدولة اللبنانية. أما من يستند إلى بس الجدل العقيم والكلام عن حقوق هيدا بيبقى ما له أي أي. يعني عم بتأيد موقف اللي عم بيقول أنه أستاذ محمد أنه المخرج بهذا الموضوع هو موضوع صدور المرسوم غير هيك كله جدل ورسائل متطايرة. بدي أكد على أنه واقع الدولة اللبنانية هي فقدان السيادة. بموضوع الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل برجع بسألك هل من الممكن أن يعلن الرئيس سعد الحريري بذكرى 14 شباط العودة عن أي من القرارين الرئيسيين اللي هو تعليق مشاركته في الحياة السياسية وتعليق مشاركة تيار المستقبل؟ واحد منهم ممكن يتراجع عنه؟ بالمقطع الحالي لحد اللحظة هذه ما في أي تغيير بالواقع لكن الأمور قيد النقاش والحوار على مختلف المستويات على المستوى المحلي على الأقل. خليني أكد أنه نحن بهالمرحلة هذه عم نقوم ب يعني دراسة الأرض بنشوف شو سلبيات هذا القرار وأيضا شو الخيارات البديلة في حال استمرار فيه. لهيك بتصور انه من واجب الرئيس الحريري انه يكون له موقف صريح يلغي الغموض اللي اكتنف بعض القرار واللي من ضمنه ماذا بعد. هو الغموض الاساسي كان بانه ماذا يفعل
كل من هو مؤيد لتيار المستقبل مناصر كان من ضمن الكادر تيار المستقبل بموضوع الانتخابات انه فيه يكون قراره هو تعليق مشاركته بالحياه السياسيه، هذا قرار ذاتي، لكن تعليق مشاركه كل من ينتمي الى تيار المستقبل هذا الشيء البعض اعتبره انه ما في ياخذ هو هكذا قرار عن الاخرين. خليني اقول لك كقرار حزبي كمحاسبين بالعكس هذا خيار واضح وعلى المحاسبين انه يلتزموا فيه، اما المؤيدين اللي هن بالاضعاف اضعاف المحاسبين الخيار متروك لهم. بس انتم اليوم حزب يعني دائما كنتوا تفتخروا بانكم ما انكم حزب حديدي وانه في تنوع بتيار المستقبل، تبين بانه مختلف المحاسبين ليسوا مؤيدين لهذا القرار لكنه صدر، يعني كانه في احاديه اخذت هذا القرار. نعم انا عم برجع ما عم بخالف الكلام اللي عم تقوليه، قرار رئيس الحريري بهالموضوع هذا اصبح علني، بالنهايه من يريد ان يخرج عن هذا القرار بده يعتبر حاله انه هو طلع من قرار رئيس تيار المستقبل. وبأكد لك طبعا الناس كلها تعرف انه هذا القرار ما لم يتم مناقشته بشكل مفصل بين الهيئات القياديه ولا الهيئات الاساسيه بتيار المستقبل، لهيك بحاجه هذا القرار ان يعاد توضيحه بشكل تفصيلي لحتى الناس تقدر تلاقي خياراتها خلال من هلا ل 14 انا هيك تصوري يعني على الاقل، والا بعدها رح نفوت بفوضى اضافيه. هل سياتي يحضر الى لبنان مثل ما عم ينقل الرئيس الحريري بذكرى 14 شباط رح يكون بلبنان ولا ما عندكم معلومات؟ لا عندنا المعلومات اللي عندنا اياها انه رح يكون قبل 14 شباط بلبنان. وانه من الممكن ان يكون في توضيح ل يعني لازاله هذا الغموض اللي لف تحديدا قرار مشاركه كل حزب بتيار المستقبل بالانتخابات او بالحياه السياسيه. نحن في مطالبه منا حسيسه من كل القيادات الاساسيه لتيار المستقبل وايضا من قبل المرشحين المحتملين اللي كانوا بالكتله او بدهم يصيروا بدهم يترشحوا بالمرحله القادمه انه بحاجه لهالامور للتوضيح حتى يزيل اي التباس بالنسبه للرئيس. دكتور علوش في حال ابقاء الرئيس الحريري على قراره تشارك بالانتخابات النيابيه؟ انا اول واحد يلتزم بقرار تيار المستقبل واخر واحد ممكن يعصي. ممكن؟ يعصي هذا القرار. فلهيك انا بهاللحظه هيدي لست مرشحا لست مشاركا الا ما يكون في قرار واضح المعنى. يعني رح تعلق كمان مشاركتك بالحياه السياسيه مع رئيس سعد الحريري في حال اخذ هذا القرار نهائيا. لكن انا يعني اذا بدي اعلق مشاركتي بالحياه السياسيه ما كنت بقول لك انه انا مشارك بهالحوار، لا نحن موجودين ما تغير شيء بالنسبه لنا بالحوار والنقاش، لكن بالانتخابات وبالترشيح والمسائل هيدي قرارنا واضح بهالخصوص. بين يعني حضرتك من اكثر الصقور اليوم مواجهه لبهاء الحريري، البعض يقول هي مشكلته لسعد الحريري اليوم مع خيه ولا مشكلته بانه هنالك قرار اكبر منه وحتى مش مع القوات اللبنانيه، اكبر من ذلك انه ما بقى لك دور بالحياه السياسيه بهذه المرحله، والبعض يعتبر انه اتى بامر سعودي هذا القرار. أنا ماني بمواجهة مع بهاء الحريري، بهاء الحريري بعتبره مثل أي شخصية أخرى تريد أن تتنطح للعمل السياسي بعد النجاح بالشأن الاقتصادي أو الشأن المالي أو الأعمال. لهيك ماني بالنسبة لي الكلام الواضح هو لا أطرحه بديل عن سعد الحريري. ما خص هيدا وكونه ابن رفيق الحريري لا يعطي افضليه بالمقارنه مع اي مرشح اخر ياتي فجاه بعد 17 سنه من الغياب ليقول اني انا هون، هذا هو الامر الواقع. وبغض النظر عن ما هو الحديث مع سعد الحريري على مستوى الاقليم او غيره، عم بحكي انا كمصطفى علوش بعتبر انه بهاء الحريري هو مرشح مثله مثل الاخرين اللي بدهم يترشحوا للانتخابات القادمه. هلا هو غير مرشح حتى الساعه شخصيا
ولا يبدو بأنه يتجه إلى هذا الأمر. بدي أشكرك دكتور علوش، شكرا جزيلا على هذه المداخلة، وأختم معك أستاذ محمد. في انتخابات ولا ما في انتخابات بكل ما يجب؟ في هذا سؤال برأيك. تعجيزي. لا، سؤال تعجيزي. هذا الواقع، مش قصة في انتخابات أو ما في انتخابات. السؤال الأهم، في فائدة من الانتخابات أو ما في فائدة من الانتخابات؟ يعني إذا نحن رايحين على الانتخابات بهذا الواقع القائم حاليا لإعادة إنتاج المنظومة ذاتها، طيب شو جدوى الانتخابات؟ طبعا هذا لا يعني، عشان كمان الناس يعني ما تفسر مثل ما بدها، لأنه عم نشوف أوقات كتير تفسيرات في غير محلها لناس بكونوا ما بيعرفوا تاريخه للشخص، ولا بيعرفوا شغله، ولا بيعرفوا أدائه، ولا بيعرفوا علاقاته الحالية حتى. هذا لا يعني استبدال الموجودين بما يسمى NGOs أو المدعومين من سفارات أو غير سفارات. لا، نحن عم نحكي عن فسح المجال للكثير من الطاقات اللبنانية في كل الطوائف لأنه تأخذ دورها، إنما في ظل هذا الواقع القائم حاليا وفي طريقة إدارة الانتخابات ما بتصير هذا الموضوع، وبالتالي رح نروح إلى إعادة إنتاج المنظومة ذاتها. بس بدي أذكر إنه وقت اللي كان عم يقرر القانون الماضي، مش هيك، بشو تعهدوا؟ تعهدوا رح نعمل الميجا سنتر، مش هيك، اللي بصير الواحد فيه ينتخب بأي مكان هو بيكون، رح نعمل البطاقة الإلكترونية الانتخابية أو الممغنطة، ورح نعمل إجراءات بتخلي أو بتخفف من إمكانية ممارسة الضغوطات والرشوة على المقترعين. ما حصل شيء. عم نرجع لشغلة يعني شكل بدائي من إجراء الانتخابات. اليوم إذا بدنا نعمل انتخابات بدنا نشوف هاي الانتخابات شو رح تنتج. خلينا ناخذ مثلا على المستوى الشيعي، وهلا طلعنا من موضوع المقاومة، عم نحكي بالسياسة الداخلية وكثير حتى ما نفوت بالتفاصيل لانه لحقين بحلقات لاحقة لموضوع الانتخابات بقوة. هل تصدق بانه السلطة ذاهبة الى انتخابات لانه مجلس النواب هو ذاته والحكومة هي ذاتها، تقر موازنة ولا بتقول لن تقر هذه الموازنة بمجلس النواب؟ النقاط اللي ممكن تفجر الشارع رح يصير في التلاعب فيها حتى ما يصير في اي شيء قبل الانتخابات. عم نحكي عن المنظومة اللي مهتمة بالانتخابات، يعني بيسحبوا موضوع الكهرباء رفع التعريف. أنا أنصح بتأجيل الانتخابات لمدة سنة. ليه؟ لأقلك ليه. برجع بقول البلد يحتاج الآن إلى صيغة إنقاذية على المستوى الاقتصادي والمالي تحرر الناس من رشاوى الانتخابات اللي ممكن تندفع هون وهون، وما بتخلي الناس خاضعة أو مصطفي اصطفاف. لا، شو بيتغير بسنة؟ لا، بده يتغير. لا، بيتغير 30 سنة. طيب يعني إذا السنة بس فقط لدرجة الانتخابات. ما هو هذا المنطق، ما هو هذا المنطق صراحة، مش منطق، هذا منطق متداول. عم بخلي الناس ما تغير، عم بخلي الناس تحس إنه أنا ليش بدي أروح انتخب. لا، الناس عم بتقول هي ضد التأجيل، أو إنه أنا ليش بدي. شو بده يتغير حضرتك؟ أنا عم بحكي بسنة، أنا عم بقول لك ليش بسنة. سريعا بسنة، أول شيء قلت أنا بشو ربطها؟ قلت بمشروع إنقاذي حكومي حقيقي مع هلأ الموجود بين إيدينا، موضوع صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، معالجة استقرار سعر الصرف، وبنفس الوقت لازم نكون قطعنا بموضوع ترسيم الحدود وبدأنا نعمل التلزيمات اللي على أساسها فيك تجيب استثمارات من الخارج. هاي من جهة. من جهة تانية بكل صراحة بعد من هلأ لسنة حتى جو المنطقة مفترض أن يكون قد استقر. أنا حضرتك عم تقول أجلوا الانتخابات على وقع مفاوضات فيها. لا لا، عم أقول وحدة من طبعا هي وحدة من الأسباب. إذا صار في تسويات في المنطقة رح تنعكس علينا. رح تنعكس علينا، بس مش هي الأساس. أنا قلت شو الأساس بالأول. نعم. الأساس معالجة الشأن الداخلي الاقتصادي والمالي والمعيشي والنقدي، بعدين الرهان على على إمكانية هدوء في المنطقة، ينعكس هدوءا في الداخل، بصير في إمكانية للتغيير. الانتخابات الحالية ستنتج نفس التركيبة، نفس الصيغة، ولو فتلوا 10 مرشح أو غير مرشح. كنت قايل عندك النية هلا. لا أنا ما، لا غير مرشح، لأنه أصلا ما فيك، يعني خلينا كنا عم نحكي عن الموضوع الشيعي، ما فيك تعمل انتخابات بالإطار الشيعي.
نحكي عنها بعدين مطولا، بس غير مرشح. لا لا ما راح. شكرا لك القيادي السابق في أمل محمد عبيد، شكرا لدكتور مصطفى علوش الذي شارك بالحلقة، أيضا رد الوزير السابق مستشار رئيس الجمهورية الياس بوصعب، وشكرا لكل من كان عم يبعث تحديدا بقيادة الجيش، كل من كان عم يبعث لنا بعض هيك مثل ما بنقول الرسائل يؤكد أحقية لبنان بالتفاوض وتمسك لبنان بأنه يتمسك بخط 29 في المفاوضات. هذا موقف لبنان الرسمي وموقف لبنان تحديدا من نتحدث عن وفد التفاوض الذي يخوض هذه المعركة الطويلة، ويؤكد بأنه لن يكون هنالك مساومة أقل من قبله بهذا الموضوع، بعيدا عن كل ما يجري في السياسة، على أنه على أمل أنه فعلا يصدر مرسوم لكي يصبح هذا الحق بقوة القانون وبقوة كل الشرائع. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء في حلقات لاحقة من برنامج حدث.